تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما فقرة النصائح الخاصة بالأطفال. اليوم معنا الدكتورة ليندا رشدي اختصاصية في الطب النفسي عند الأطفال. أهلا بك دكتورة ليندا. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. اليوم غادي نتكلموا على أهمية والدور ديال لاكريش الحضانة في تنمية القدرات الطفل، وكذلك نبغوا نعرفوا معاك شنو هو السن والطريقة المناسبة اللي ممكن أننا ندخلوا فيها أطفالنا للمدرسة باش يتعودوا عليها ويحبوها. ألوغ الحضانة هي واحد البلاصة اللي نورمالمون الطفل تنحطو فيها الا كان ممكن ليناش اننا خصنا نكونوا واضحين على هذه المساله. يعني اذا كانوا الاباء ولا الوالدين ما استطعتهمش يعني انهم يقابلوا داك الطفل ديالهم، يعني الظروف ديالهم ما كتسمحش لهم يعني مع الحياه اليوميه مع العمل مع فوالا، هي واحد الاسباس يعني واحد الفضاء اللي تسمح الاباء انهم يحطوا الطفل ديالهم وانهم يجيو يعاودوا ياخذوه، وهي واحد الفضاء اللي هي مؤقته كي كتسمح للاباء انهم يشتغلوا باسكو الام كتشتغل حاليا نيتو الاب حتى هو، دونك ربما ما تيكونش عندهم واحد المساعده ما كيكونش كل غيقابل داك الطفل دونك العائله فوالا تيكون بعض المرات كناخذوا الحضانه كانها شي حاجه اللي هي كان الاباء يعني مرغمين كلكو باغ انهم يحطوا الطفل ديالهم في هذيك الفضاء. ثاني حاجة بالنسبة للسن، حيت بزاف الآباء تيسولونا على السن ديال امتى غنحط الطفل ديالي في الحضانة، في الغالبية ديال الآباء كيمشيو على حسب الظروف ديالهم فوالا. تنقول عاوتاني أونكوغ أون فوا يعني الآباء تيكونوا ربما مرغمين ولا مجبرين بعض المرات أنهم يحطوا الطفل فاش غنقولوا الوالدة ديالو ولا الأم ديالو تدخل الخدمة. يعني احنا عارفين بأن سي 3 موا أبخي 3 موا الأم كونجي ماتيرنيتي ان جينيرال الام غير الى ايسي البرولونج راه خصها ولا بدا تدخل الخدمه ديالها، دونك تكون فواحد الحاله اللي هي مجبره ربما الا ما كانش عندها شي حد اخر انها تحط الطفل ديالها في الحضانه. بالنسبه للتطور باسكو تنقولوا هذا اشياء اللي هي في الحياه اليوميه واحد الناحيه العمليه، من الناحيه النفسانيه بالنسبه لنا الطفل يعني ممكن انا نحطوه بصح نيت في الحضانه، ولكن هضرنا في الحلقات ربما السابقه ان هذيك اهميه داك الدور ديال العلاقه الاولى اللي تربط الطفل بالام ديالو، واهميه انها تكون بواحد الطريقه اللي هي مناسبه وانها تكون ستابل ستابل سافيجور يعني مستقره واحد الاستقرار في هذيك العلاقه. دونك باش الطفل يمكن انه يسو سيبار يعني يتفصل من الام ديالو، يعني خص تكون ديجا ربط واحد العلاقه اللي هي مستقره مع الام ديالو باش تكون هذيك الفراق ربما ما تيكونش بواحد الطريقه اللي هي عسيره، دونك غتكون صعيبه بالنسبه للطفل. تنأكد على واحد النقطه مهمه هي ان الطفل في الاول تيكون عنده خلط بين الام ديالو وهو، يعني كيتسحب ليه واش هو والام ديالو واحد. دونك فيغ 8 موا 8 شهور تقريبا تيبان ليه انه الام مختلفه عليه سي ان اوتر اتر هومان اي كو لوي ميم سي ان اتر هومان ا بارونتيير واحده بوحديتو فوالا. هي فاش كي ربما تيحس بواحد النوع من الخوف سكون ابيل لونغواس دو سيباراسيون، تيخاف ان جوستومون ان الام ديالو تمشي عليه وما ترجعش، تيتركب فيه واحد النوع من الخوف، ولكن هو النوع الخوف اللي هو فيزيولوجي داخل في التطور ديالو، ماشي غادي ماشي شي حاجه اللي غيأثر عليه، بالعكس هو ستركتورال اي داخل في لي سكون ابل لي زونغواس ديفلوبمونتال، يعني داخل في التطور العادي للطفل. دونك حنا ملي تنعرفوا هاد الاشياء تنقولوا انه من الاحسن اننا اون فادير غنفوتوا هاد المرحله، يعني ما غنحطوش في هاد المرحله اللي الطفل هو نيت في التطور ديالو تيتخبط في واحد النوع من القلق واحد الخلعه واحد ان الام ديالو تسمح فيه وما ترجعش، غادي نفوتوا هاد المرحله وعاد يمكننا ربما نحطوا الطفل في الحضانه. نمشيو للاجابه على تساؤلات الامهات، وفي نفس الوقت غادي نتعرفوا على الاهميه والدور ديال الكريش. مستمعه كتقول انا عندي بنتي عندها دابا عام و10 شهور، دابا بغيت هذا العام ندخلها للحضانه الكريش، ولكن بزاف ديال الناس والمحيطين نصحوني بانه مازال صغيره وغادي غير تعد بها يعني لانه مازال صغيره في السن، وبغيت غير خليها معك في الدار. يعني هذو النصائح ديال المحيطين، ولكن هي ربما بغات تدخل البنيته ديالها هذا العام عندها عام و10 شهور. الوغ
عام وعشر شهور جبونس سن اللي هو مناسب انها تحط الطفله في الحضانه. علاش؟ حيت كنأكد على انه هذوك لي زونغواس ديفلوبمونتال يعني دوك القلق اللي تيكون عند الطفل في 8 موا في 8 شهور ولا 10 شهور تيكون ديباسي اون فوا الطفل تي ديباسي لو ان نو يعني عام تيولي ربما بيان سور كل طفل يعني ماشي هذا ماشي شي ريغل جينيرال مي اون جينيرال تيكون طفل مستعد ربما انه يسو سيبار انه عنده واحد القدره انه ينفصل على الام ديالو ولكن في اطار واحد الظروف معينه وفي اطار واحد لي كريتير معينين. واخا الا سمحتي دكتوره يعني كيفاش ربما توري الامهات شي طرق اللي ممكن ولا شي اساليب انهم يتصرفوا فيها مع وليداتهم باش يكون ذاك الفصل شويه تدريجيا باش يهيئوا لي مسبقا انه يمشي مثلا لاكريش. واخا الوغ بوتيتر نبداو بان لي زيرور ان با فير يعني شنو هما الاغلاط الاخطاء اللي ما خصناش نطيحوا فيها. ربما ان بروميامون كيما قلت اننا نختاروا واحد السن اللي غير مناسب يعني اون فادير 8 شهور ولا 10 شهور الاولى كاع العام اون جينيرال الاخصائيين النفسانيين تيقولوا العام كامل الاول غير الا كنا مجبرين فريمون مجبرين كنحاولوا نيفيتيو يعني نجتنبوا اننا نحطوا الطفل في الحضانه. ثاني حاجه ان كاين بعض الاباء ولا الامهات اللي غيحطوا الطفل وبالنسبه ليهم تالمو غيبقى فيهم حتى غادي يحطوه ما غايقولوا ليه والو غادي يتخباو عليه وغادي يخرجوا غادي يحطوه بواحد الطريقه اللي بروميييرمون كاين الاباء اللي تيقولوا انهم ولا امهات بيان سور انهم تيقولوا انهم ربما الطفل في هذا السن ما غايفهمش يعني ولو ندويو معاه ما غايفهمش الوغ كو الطفل خصنا نهضروا معاه بالاشياء اللي خصها دار انه كيما كان السن ديال الطفل واخا يكون عنده حتى 3 شهور 4 شهور خصنا نهضروا معاه ونشرحوا ليه بان غادي نرجعوا واننا ما يمكنش نجيو نحطوه بسو ميتر دو موس بلا ما نحطوا واحد الهضره على داك الشيء اللي على داك الفعل اللي كنديروه. ثاني حاجه انه خص ان بيريود دادابتاسيون يعني واحد الفتره للطفل تيولف على هذاك الحضانه ما يمكنش من النهار الاول غنحطوه توت لا جورني يعني نهار كامل في الوقيته اللي غادي نسجلوه في هذيك الحضانه يبقى مره يمشي ويكتشف ويشوف مثلا هذاك الفضاء. بيان سور سا ديبون ديال السن ديال الطفل تنهضروا بيان سور غير باش نكون واضحين الحضانه هي واحد الفتره اللي ربما تتهيئ الطفل لا سكولاريتي اللي هو 3 سنين نورمالمون سي لو بري سكولير دونك فهاد على حساب واش حيت فرق بين الطفل عنده 8 شهور 10 شهور اون فادير باسكو لا انا والطفل اللي عنده 2 ولا 2 اي دمي يعني ما غنتعاملوش معاه بنفس الطريقه. بتاتر الحاجه اللي بغيت نضيفها هي ان ربما في الاول غادي نمشيو مع الطفل غادي بيان سور اون فا لاكومباني فهمتي وغادي ربما غادي اون لو في فيزيتي يعني غادي نكتشف هذاك الفضاء يكتشف معنا يكتشف معنا الفضاء يولي يلف على الناس اللي خدامين في هذاك الفضاء على ليدوكاتريس اللي كاينه وربما يرجع معنا ثاني لو دوزيام جور بيتيت غادي يمشي نفس الطريقه وهاد الفتره نورمالمون على حساب الطفل ولكن هي كتكون بين سيمانه ولا جوج سيمانات ولا بدا خصنا نمروا منها باش جوستومون هذيك الحضانه تدوز بواحد الطريقه مزيانه وما يكونش هذيك لونغواز دو سيباراسيون. اس ام اس اخر من عند مستمع نوريا من مراكش شكرا لكم بزاف نورتونا بهاد النصائح الله يخليك. بغيت نعرف واش لاكريش عندها شي دور في تنميه القدرات ديال الطفل لانه انا ربات بيت وكنعلم ولدي يعني وبنتي كنعلمهم الحروف والارقام والاغاني الخاصه بالاطفال وكنفكر انني ندخل ولدي للسي بي يعني التحضيري كيف درت مع بنتي. الوغ الحضانه تتكون بعض المرات بصح نيت سي ان موان ديفاي دو سيمولاسيون دو لونفون يعني تيمكن ان افيكتيمون الطفل تيتعلم فيها بزاف د الحوايج. اول حاجه ربما تيتعلم فيها انه التعامل مع الاخر كاين الاخرين دوك كيربط علاقات اجتماعيه واخا في السن ديالو كاين دوطخ زونفون دو ميم اج كيتعلم انه يبارطاج انه كيشاركهم في اللعب انه ربما في الاغاني في بزاف الاشياء. بيان سور الا كانت الام تدير وعندها الوقت مسفرغه ويمكن لها دير هذا الشيء ما كاينش ما احسن من الام سا سي كليغ مي مانتونون من الام تتكون ربما كيصعب عليها بحكم التزامات واحد اخرين انها دير هذه الاشياء كيكون ربما البديل ولا الالتيرناتيف سي سا.
اخر اس ام اس من مستمعه كتقول بنتي عندها عامين وكانت كتمشي للكريش كل صباح غير نص النهار، كان عجبها الحال بزاف وتعلمت بزاف د الحويجات مفيدين، ولكن دابا في هذا الشهر بالتحديد ما بقاش قادره تفيق في الصباح اولا تمشي للكريش، وكتقول لي عييت ماما وانا يعني كتبقى فيا بزاف وخفت لما تبقاش حامله تمشي للقرايه من بعد. الوغ الطفل بصح نيت كيقدر انه كيعيا بعض المرات سي نورمال، الا كانت عيانه الا كان فتره واحد الفتره اللي كدوز عليها ربما تتعيا، ولكن كاخصائيه نفسانيه نورمالمون خاص من الطفل تيكون كيمشي للحضانه واحد الوقيته ربما تيولي ترفض ولا انه تيمشي لها هو ما باغيش ايتو، ربما خصنا نشوفوا مع الطفل نمشيو للحضانه نسولو كيف شنو المشكل، واش كاين شي مشكل مع شي، بعض المرات كنلقاو شي حاجه بسيطه يمكن ربما غير شي خلاف مع شي طفل صغير على شي حاجه صغيره، ربما وقع عليه شي مشكل ما قدرش يدوي مع الوالدين ديالو عليه، ربما على حساب على حساب السن ديالو. هنا هنا السيده قالت لك عندها عامين فوالا دونك ما عرفتش واش بصح نيت دي كيلكو مو اسكو دي شوز كيف ما قلت علمت بزاف د الحوايج فوالا، حيت الحضانه تتكون سيرتو هي راه مشات مولفه انها تتمشي، دونك لو فات انها ربما ما بقاش عندها ديك الرغبه باسكو الطفل باش غيصبح ناعس ايتو سا فيديغ كرت الرغبه فهمتي، كيكونوا جوج حوايج اما في الليل ربما ما كديرش لو طون دو سومي ديالها كامل ما كتاخذش الكميه ديالها ديال النعاس، دونك ربما خص يفو 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 فواغ سا شنو واقع في هذا يعني كتصبح عيانه داكوغ، يا اما كاين شي حاجه في الحضانه اللي ما خلاتهاش ما بقاش عندها ذاك الرغبه انها تمشي، ودو سو كيفو الي شيرشي في الحضانه كيس كيس باس. ولا مثلا كيف ما هي قالت كتمشي مثلا كديها غير في الصباح لربما مثلا لعيات ممكن انه تغير ليها في العشيه وتجرب ديال العشيه مثلا تنظن انه على حساب حيت لا بوسيبيليتي هاد الامكانيه ما كايناش في جميع لي كريش، ربما الا كانت الامكانيه بوركو با، مي تنظن انه من الاحسن ان نقلبوا على السبب ماشي غير ماشي غير نلقاو غير البديل فهمتي، نلقاو السبب علاش الطفل عيان في الصباح بهذه الطريقه وما باغيش يمشي للحضانه فهمتي، كما قلتي اما قله النوم ولا مشكل في الدراسه. شكرا لك بزاف الدكتوره ليندا رشدي اخصائيه الطب النفسي عند الاطفال على كل هاد النصائح اللي قدمتينا اليوم فقره النصائح الخاصة بالأطفال دائما في برنامج المرأة بامتياز الطفل والأسرة للمولات.